من أهم القطاعات الحقيقة اللي مصر حققت فيها قفزة كبيرة في عام 2021 هو قطاع الصادرات، صادرات من أي حاجة. لسه كنا بنتكلم من كام يوم عن زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة وصلت ل 45%، زيادة صادرات الزراعية وغيرها، وده حقق أعلى، طبعا ده بيعتبر أعلى زيادة في تاريخ الاقتصاد المصري. وصلنا إلى حجم صادرات وصل لرقم 31 مليار دولار بزيادة قدرها 27% عن السنة اللي فاتت. لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري ووفقاً لإحصائيات التجارة الخارجية، سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري. أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج تمثلت في المنتجات الكيميائية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة. كذلك تم تنفيذ مبادرة الرواد الوطنيون التي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التي يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وبلغ إجمالي حجم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10.2 مليار جنيه، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.